صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 70 لسنة 2022 بتعيين رئيس لمركز الأرشيف الوطني وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى يعين سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي رئيسا لمركز الأرشيف الوطني مع احتفاظه بدرجته السابقة. المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والمعنيين كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسميه